أستاذ هاشم تحدث اليوم رؤية الناقد والروائي تختلف عن الغير، هناك قراءات بين السطور، كيف نقرأ ما بين السطور بإدخال إربد وتكون عاصمة للثقافة العربية اليوم؟ يعني أنا بدأنا حديث عن عرارة، هذا هذه القامة الأدبية العالية، وبدأ أقول إنه عرار ظهر في مطلع القرن العشرين، كان نسبة الأمية عالية جدا في المجتمع، كان آثار الاستعمار التركي طبعا أو الوجود التركي، قد يختلف البعض حول هذه التسميات، ولكن كانت بلادنا مهملة وتنتشر فيها الأمية وتنتشر فيها الخزعبلات والكثير من المفاهيم الساذجة اللي نقول، فكان عرار نقطة مضيئة في هذا المكان. وأهم في عرار تحدث الدكتور نبيل عن الجانب الأكاديمي والجانب الاهتمام بشعره خاصة الفلسفي يعني وشعره العميق أيضا، لكن أهم في شعره أن هؤلاء الناس البسطاء الذين لا يجدون القراءة والكتابة كانوا يحفظون شعر عرار ويرددونه، وهذا يعني غنى لبيادرهم وغنى لأفراحهم وكانوا يرددون أغانيه أثناء عملهم اليومي قصائد، وهذا جانب مهم جدا في لأنه دافع عن الفقير والنصرة المظلوم، كل هذه كانت في قصائده. غنى يعني كتب شعرا على منوال أشعارهم الشعبية ولكن بالفصحى، حب الهوى يذاري مثلا، هذه من الأغاني يغنوها على البيضة يعني ولكن هب الهوى يا ياسين ضد الرأس، نعم، ولكن هو حملها معاني جديدة أيضا ضد الظلم ضد الاستعمار ضد طبعا أول من نبه في شعره، طبعا سياسيا نبه، ولكن أول من نبه في شعره لخطورة الوضع في فلسطين وخطورة الصهيوني الصهاينة على فلسطين كان في شعر عراري، صحيح. يعني من المبكر جدا نبه لهذه القضية، صحيح. أيضا في جانب مهم في عرار أنه كان مجددا، هو في مواكبة السياب وشعراء الحداثة لا ونازك الملائكة كتب القصيدة قصيدة تفعيلة طبعا، يعني في وقت مبكر جدا، نعم. لم يكن الناس حتى يعرفوا ما هي قصيدة التفعيلة، يعني التفعيلة والقصيدة المدورة، نعم. فكان في هذا أيضا كان مثقفا واسعا، يعني ذو ثقافة واسعة، نعم. مثلا ترجم روايات خيام، وعندما قرأت يعني أنا اهتميت بمنتج النثري بصفتي ناثرا يعني، نعم. عندما كيف كان يقارن ترجمته، هو كان ترجمها عن الفارسية مباشرة، ولكن كان يقارن ترجمته بترجمة باللغة التركية لجالاتي وترجمة فيتزجيرالد، هو مواليد 1899 وتوفي 1949، يعني 50 عاما عاش هي مطلع القرن العشرين.